في اشعلات اخويا مع الجوج، ما عرفناش شنو السبب، واش يصير كويت ديال الضوء ولا شي حاجه. المهم العافيه اشعلات، الناس كانوا ناعسين، ما السيد ملي فاق ضربته الفيقه لقى كلشي الدخان، كلشي تخنق. يا الله هز وليداته خرجهم، وخرج باه كان ناعس حتى هو كبير في السن، خرجوهم ماشي الاخر كلشي تحرق، ما بقى حتى شي حاجه. الناس الله يجازيهم بخير، الجيران من الزنقة كلها مضروبة بالناس كيطفيو في العافية. عاد جات الناس رجال المطافي تا هما كملوا العافية طفوها، المسؤولين تا واحد ما طل. وجات السلطات المحلية، جاو البوليس، جاو سميتو، جاو رجال المطافي، ولكن المرشحين تا واحد ما طل. يحتاجونا عملي يبغيونا، وحنا ملي نبغيوهم ما يحتاجوناش، ما يجوش لعندنا. كم حنا هاد الكرينه خويا راه مضرورين فيه، راه محرين ومعذبين في الشتاء، معذبين في الصيف، معذبين في العافيه، ولادنا كيمرضوا، ما كاينش مسؤولين، ما كاين حتى شي حاجه ما كاينه. كنطالبوا بحقنا كي الناس، حنا بغينا نعيشوا كي الناس. حنا الشتاء كنعيشوا ديما في الحريق، في اي حاجه. فوق ثلاثه نفوس، فوق اربعه نفوس اللي كتخرج منهم، هاد الناس اللي خرجت منهم مساكن طريفه، ما حنا حدانا راه 10 نفوس اللي ماتوا. كنتالموا جيراننا كيتالموا، كنتالموا معاهم. بغينا حنا حياه مستقره بحال الناس، بغينا ديور، بغينا نتحولوا. عاش الملك باري سيدنا يشوف لحياتنا ويشوف، راكم شفتوا صورتوا شفتوا بعينيكم كل شيء. بغينا سيدنا حتى حنا يشوف، يرفع علينا حتى حنا ويعطينا كي الناس، كيما خادوا الناس حتى حنا تعويضنا. حنا بغينا التعويض لكل شيء، ماشي غير هاد الناس، حنا كاريان كله بغينا ليه التعويض. حنا كاريان كله كنطالبوا بحقنا، كنطالبوا بحقنا كيف الناس. حنا بغينا مسؤولين هنا في هاد النقطة فينا يبانوا. كنتبعنا في الشتا، كنتبعنا في البرد، كنتبعنا في التكرفيس، في أي حاجة ضروري، في المرض، في أي حاجة. حنا هاد العشاء العشوائي اللي ما عندوش القيمه، ما عندوش القيمه وما عندوش الاهميه في هاد اللحظه. دابا فين خصهم يبانوا مسؤولين؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.